السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم قناة كروشيه، فن كروشيه، أعرف أعمل تعلم بشغف، ولساتنا مكملين بسلسلة الأزهار، وزهرة اليوم هي زهرة القرون. نحن أخذناها قبل هلا بلعبة الأمجرمي، وهلا رح نرجع نعيدها بشكل تاني. رح أذكر نحن كنا بهداك يعني بهديك الحلقة تبعت لعبة الأمجرمي، نحن عملنا دائرة أو فيني أقول خصر اللعبة، ومشينا عليها 2 2 2 2. أما هلا رح ساويها بتلة بتلة، وهي كمان زهرة القرون فرق لها النوعين، يا بتلاقيها كاملة بتلاقيها وكثيفة مثل اللعبة، يا أما بالشكل التاني اللي هلأ رح نساوي. وهي بترمز للرحمة والتوبة، وباليونان بيقولوا إنه هي زهرة سماوية، وألوانها بتكون الزهري الفاتح أو الوردي الفاتح والغامق والبرتقالي والأحمر والأصفر والأبيض، وفي منها بتجي مموجة بلونين. ويلا نبلش. رح أعمل أول شي دائرة سحرية بهذا الشكل، وفوت الخيط الخارجي لداخل الحلقة، ونحن أخذناها كتير للدائرة السحرية. رح أطلع ارتفاعي 3 لأنه عم بشتغل أنا بذات اللفة، ورح ساوي سلسالين عمود، سلسالين عمود بهذا الشكل. كم مرة هاي الحركة بدي أعملها؟ 7 مرات، يعني بدون يكونوا معي 7 أعمدة مع الارتفاع طبعا. بقى هاي 3، هاي عمود الثالث، سلسالين، العمود الرابع، سلسالين، عمود الخامس، سلسالين، هاي السادس، سلسالين، وهي السابع. بعمل السلسالين وبشد الحلقة على الآخر بهذا الشكل، وبشوف ثالث سلسال الارتفاع ما دخلني بالسلسالين اللي تبعت الفراغ، وبعمل فيهم منزلقة. بكون أنا هيك كونت الحلقة، وهي هاي التأسيس. ليش التأسيس؟ هلا بتشوفوا ليش. لأنه رح أطلع الارتفاع اللي هو 3 لأني عم بشتغل أنا ذات اللفة، بس رح أشتغل ضمن هدول السلسالين، ضمن هدول السلسالين حيكونوا البتلات تبعي. يعني أنا معي 7 أعمدة، بده يكون 1 2 3 4 5 6 كمان 7 فراغات، تمام؟ مثل ما قلت لكم رح أطلع الارتفاع واشتغل داخل الحلقات 3 أعمدة، 1 2 وهي 3. هلا بدي اشتغل البتلة بيطلع فيها لفوق، قلت لكم ضمن كل فراغ بدي اشتغل بتلة، لهيك انتبهوا منيح. طلعت الارتفاع واشتغلت ضمنها 3 أعمدة، يعني مع الارتفاع صاروا 4. هلا بدي ساوي 2 2 بكل غرزة، ومع الارتفاع 2. هلا عم بمشي غرزتين غرزتين، يعني كانوا 4 حيصيروا معي 8 غرز، وهي الارتفاع اللي معي كمان حفوت فيه عمودين، لانه يعني مثل ما قلت لكم وبعيد وبكرر الارتفاع هو مثل غرزة معي، يعني بعامله معاملة العمود او معاملة الغرزة. برجع بطلع 3 لانه عم بشتغل بذات اللفة. رح اعمل دور تاني بكل غرزة غرزتين غرزتين، شايفين؟ بهذا الشكل، يعني غرزتين غرزتين بمشي بس دورين. انا هديك يعني هديك المرة لما اخذنا طريقتها كانت كل الزهرة عبارة عن دورين 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 دورين، هيك كل الادوار لوصل للطول اللي انا بدي اياه. اما هلا بلقى بس دورين، بعدين بدي اعمل تكنيك تاني، وانا هلا عم بشتغل بتلة بتلة مو كل الوردة. هلا شوفوا كيف حيصير شكلها بالشكل النهائي، يعني رح ارجع اكرر شو اشتغلنا. سوينا الدائرة السحرية وكوناها بأعمدة وسلاسل، ضمن السلاسل رح اشتغل كل بتلة لحالة او كل ورقة زهرة لحالة. بهاي الورقة انا عملت 3 أعمدة والارتفاع صاروا 4، بمشي دورين، ساويت دور وهذا الدور الثاني، بمشي بكل غرزة 2 2، وهي اخر غرزتين 2. هلا الدور الرابع حيكون عبارة عن 2 بس بالأول والأخير، وبالوسط 1 1، تمام؟ هاي 2، الارتفاع 1، وهي الثانية بنفس الغرزة. هلا بمشي 1 1 لوصل للأخير، وبرجع بكرر بالنسبة لنوعية الخيط بالأزهار، عم تكون يا خيط ديبا القطن الرقيق، يا أما بخيط الصوف العادي. أنا ما بحب كلفكم بما إنه نحن مبتدئين وعم نمشي خطوة خطوة مع بعض،
ما بدي انه نشتغل بخيط تقيل فورا، فينا نستخدم الصوف الصوف العادي عفوا. واخر شي عم نعمل تشويحة للزهرة عم تطلع ولا اروع. واكيد انتو بس تجربوها وتشوفوها على الواقع وتمشوا معي خطوة بخطوة رح تشوفوا شلون التصوير ما عم يعطيها حقها. هاي الغرزة ما قبل الأخيرة، والارتفاع اللي معي اللي هي الغرزة الأخيرة حساوي فيها 2. هاي 1، هاي 2. هلا رح أطلع الارتفاع 3، ما له عم يتغير. هلا رح أمشي واحدة واحدة من دون زيادة أو نقصان. يا كريم، واحد واحد من دون زيادة أو نقصان، ولا بالأول ولا بالأخير. ما عندي زيادة بهذا الدور. وبيبقى عندي بهي الحالة دور واحد ودور اختياري. الدور الاختياري بظن احنا حفظناه اللي هو غرزة البيكو. غرزة البيكو هي غرزة تزيينية، بدك بآخر كل الأزهار اللي عم ناخدها بتحبي بالأخير تعملي لها غرزة بيكو آخر دور، بتحبي تتركيها مثل ما انا عم ناخدها. هي بالنهاية برجع بكرر غرزة تزيين. بقى بعد هذا الدور بقى يعني عندي دور واحد، بعدين دور التزيين اختياري. وفيني أنا ما قلت لكم من نوع الأزهار في منها موهة، الدور التزيين فيني أغير باللون. يعني بعمل دور البيكو مثلا اذا كنت عم اشتغل بزهر ابيض، اذا كانت الوردة ابيضة بساوي زهر. وفيكم تشوفوا الوان الازهار وفيكم انتم من عندكم تبدعوا. مين لاحظ كيف الزهرة بلشت تفتل معي؟ شايفين؟ بس كون عم بشتغل دور زيادة واعمل دور تثبيت او دور من دون زيادة ونقصان هو اللي بيعمل لها هي الحركة وبيساعدها انه تلف معي. هلأ ارتفاعي 3، صرنا بآخر دور من البتلة الأولى. رح أعمل 2، يعني 2 زيادة 2 مفارد، 2 زيادة 2 مفارد. هي 2، هلأ بمشي 2 كل واحدة لحالة. هي 1، هي 2، كل واحدة كده بغرزة. شايفين؟ هلأ برجع بمشي 2 بنفس الغرزة، 1 2 بنفس الغرزة. هلا برجع بمشي غرزه غرزه، عفوا غرزتين كل وحده بحالها. يعني عم بمشي 2 2، تنتين مع بعض تنتين لحالهم، تنتين مع بعض تنتين لحالهم. وهذا هو اخر دور معي. مثل ما قلت لكم فيني اغير لون الخيط وساويه غرزه بيكو، فيني بتركها هيك انتي وتزيينك. هلا رح ورجيكم شلون حنبلش بالبتله الثانيه مشان تكملوها وكملها وارجع لكم. لا لا مو هلا، استنوا شوي. هاي 2 مفارد، هاي 2 زيادة، هاي 1 2 مفارد، هاي 2 زيادة، وبقيان معي آخر غرزتين حيكونوا مفارد. هاي 1 وهاي الثانية مفردة. وبسكر الدور بغرزة تثبيت بهذا الشكل ورح اقطع الخيط. على حالتين انا رح اقطعه، يا اما اذا بدكم تعملوها بيكم من نفس اللون هذا شيء ثاني، اما اذا بدكم تعملوها بغير لون حتطلع كمان حلوه، وبدكم تقطعوها بتخلوها هيك، تمام؟ هلا حنشوف شلون بدنا نثبت الخيط مشان نعمل البتله الثانيه. حفوت بالعمود يلي معي، لانه مثل ما هون عملت، عفوا انا مسكتها بالعكس، مثل ما هون عملت انا فوق العمود الارتفاع وبقلبها 3 اعمده، كمان هون بكرر نفس العمليه. بالعمود بفوت باخذ الخيط بهذا الشكل، كون هيك حلقة صغيرة، شايفين شلون؟ حفوت كون حلقة واطلع من الخيطين، الخيط الطويل والخيط القصير. الخيط القصير هو المسؤول عن ربط الحلقة بشده، والخيط الطويل هو المسؤول عن الحلقة اللي أنا رح أشتغل عليها. وبشتغل على الخيط مشان تضل القطعة معي نظيفة. فوق العمود بعمل الارتفاع، وبقلب العمود عفوا يعني بالسلاسل بعمل 3 ذات اللفة، 1 2 3، شايفين؟ وبرجع بكرر نفس العملية. مو انا طلعت الارتفاع فورا من فوق الارتفاع وساويت بقلبه نفس الحكي، بثبت الخيط بالعمود وبالفراغ بعمل 3، وبكمل شغلي مثل ما اشتغلت هون. بكرر العملية، برجع بربط الخيط هيك 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 كلياتها لتخلص معي الدائرة. حساويها وارجع لكم. وصارت معي بهذا الشكل. هلا رح خليها مجعلكة لانه انا عملت لها غرزة البيكو، تركت بتلة واحدة مشان ساويها انا وياكم. هلا بنشوف كيف نطبقها ونظبطها. واختيار اللون من اختيارك، بدك بالفوشي بدك باللون الابيض.
هلا طريقة ربط الخيط رح ساويها من عندي العقدة عشان نشوف كيف حنضيف الخيوط. رح أقسم الخيط على النص بهذا الشكل، ونحن أخذناها كتير وبرجع بذكر فيها، وبمرر الخيطين القصير والطويل. القصير المسؤول عن الحلقة بشده، والخيط الطويل بشده هو المسؤول عن الحلقة، عفوا الربط القصير. بطلع السلسال لأنه رح أشتغلها مكنوزة، رح أشتغل بعد 3 مكنوزة بيكو، والبيكو عبارة عن 3 سلاسل ومنزلقة بأول وحدة. هي 3 مع الارتفاع. هلا رح اطلع السلاسل 1 2 3 منزلقة بنفس الغرزة، بطلع منهم هن التنتين، برجع بكمل 1 2 هي 3، بعمل البيكو 1 2 3 ومنزلقة بالمكنوزة اللي طلعت منها السلاسل، وبكمل الخط على هذا المبدأ، 3 مكنوزة 3 سلاسل اللي هي البيكو. هي الثالثة 1 2 هي 3 سلاسل ومنزلقة بغرزة المكنوزة، برجع 1 2 3 1 2 3 برجع 1 2 هاي 3 1 2 3 وهيك. ومثل ما تركون بدكم فيكم تسووا بدكم بلاها، هي بترجع اختيارية لكم. واحد 2 هي 3. هلا انواع الورق رح ناخدها بعد ما ناخد انواع الورد، كنت بدي اعطيكم مع كل وردة غرزة بس ما زبطت معي، لهيك رح ناخدهم بشكل مفصل لحاله مشان ما اطول الحلقات عليكم. هي عقدة النهاية وبقطع الخيط. هنطفو على الفوشي مو على الزهر منشان ما يبين الخيط، على طول وقت ينظف الخيوط بنظفها بنفس اللون. يعني هذا هاي الفكرة عم بحكيها للي بيساوي قطعة كزلو. هلا رح امسك الوردة اللي معي، طبق كل ورقة فوق مقابلتها بهذا الشكل، شايفين بشكل دائري، بينت معكم؟ كل ورقة فوق، هي لأنه مو بتكون مجعلكة ونحن قاعدين عم نشتغل كل بتلة لحالها، تمام هيك. هلا رح نتركها مع جنب. شو بدنا نساوي؟ بدنا نساوي تاج الزهرة تبعيتها. تاج الزهرة هو بيختلف عن الوردة الجورية اللي عملناها، وردة عفوا الجورية اللي عملناها، عملناها مثل شكل النجمة يعني تقريبا. أما هلا هي هي تاجة يعني مثل الدائرة ومرتفعة لفوق، يعني هعمل دائرة سحرية بهذا الشكل وساوي فيها 10 من ذات اللفة، 1 2 هي الارتفاع 2 هي 3 هي 4 هي 5 هي 6 7 8 هي 9، بس ما بشد الدائرة السحرية انتبهوا، وهي 10. ليش ما بشدها؟ مشان ما تعذبني وقت بدي فوتها بالعمود. وفي فكرة حابة اقول لكم اياها بس دي اسكر الدور، هي عبارة دائرة عن دور واحد، بعد منها بطلع من دون زيادة او نقصة. اختصرت عليكم الطريق. عدد الادوار بيرجع انت قديش بدك يكون طول تاج الزهرة تبعك. ايه نرجع لموضوعنا، بدي اقول لكم على فكره، نحن وقت عم نطبق الازهار على عمود، العمود هي اذا بدك تقدميه هديه لحالها، يعني انا قلت لكم بالمنتدى واعطيتكم افكار، فيكم تشوفوني اللي ما شافون كيف فينا نعمل منتجات من الازهار او الزهره المحببه عنا. بقى من ضمنهم
باخذ الورود الكاملة المتنوعة، وفي عندكم الزهرة يلي لحالها بتتغلف وبتتعرض يعني بتتقدم عفوا كهدية. أما إذا بدي أعمل مثلا مزهرية أو مثلا منتجات أخرى، لازم ساوي الوردة على سيخ تربيط أو بيقولوا له شريط تربيط معدني، وأنا مرجيتكم يا قبل. هلأ بقى إذا بدي أعمل أنا مزهرية أو هيك، لازم استخدم الشريط المعدني. ليش؟ مشان أقدر أتحكم فيها. أما أنا إذا بدي إياهم كلهم جالسين وبنفس الطول، فيني أعملهم بالأعواد الخشبية. تمام؟ يعني الأعواد الخشبية هي حتخلي الزهرة تبعيتي منتصبة. أما أنا إذا بدي ميلها وأعملها حركات، صرت بالدور الثاني، يعني هو الثالث بس الثاني وأنا بمشي مستقيم. بدي ميلها وأعمل لها حركات للزهرة وميلان، بدي استخدم خيط أو سلك معدني. هلأ أنا رح أكتفي بثلاث أدوار، هو دور الدائرة ودورين بشكل مستقيم، وعم بستخدم غرزة ذات اللفة. شايفين بهذا الشكل. وهي عقدة التثبيت. رح اقطع الخيط ونطفه. صارت معي بهذا الشكل. هي بتجي اطول من هيك، اذا بدكم اياها. هلا ما مستحيل اقصر من هيك، هي يا بتجي بهذا الطول يا بتجي اطول من هيك. وبترجع هي لعدد الادوار يلي انتو بتحبوه. هلا هي كونتها، هي صارت معي. هلا شو رح اعمل؟ رح امسك الزهرة تبعيتي، رح جيب خيط. تمام، بقسم خيطين بنفس الطول، يكون خيط قصير هي بس لانه بدي اربطها على التاج. بس شلون بدي اربطها على التاج؟ تعالوا نشوف. هاي الزهرة يلي معي رح مررها مثل اشارة الزائد بهذا الشكل. بدي الخيوط تكون لتحت بجهتين متقابلتين، ومثل إشارة الزائد قلتلكم، دقيقة بس مرر الخيوط، ومثل إشارة الزائد قلتلكم رح أرجع مرر بشكل طولي. فيكم بالخيوط مثل ما هلأ عم ورجيكم، فيكم بشريط معدني. إذا أنتي عم تساوي منتج من هاي الزهرة، فيكي بشريط المعدني تفوتيه بشريطين بصغار وبتشديه. هلأ حسكر الزهرة على حسب ما أني مرتبتها. كتير يعني مهم هاي الحركة انك انتي تظبطيها وتحركيها بهذا الشكل، ما تتركيها مكنفشة مشان ما تعذبك بعدين. هلأ هدول الاربع خيوط يلي معي بدي مررهم من تاج الزهرة. شايفين شلون؟ رح جيب سنارة اكبر شوي مشان نشد الخيوط كلها سوا بهذا الشكل، وبمررهم من داخلها. دقيقة طلعوا معي اثنين، أنا بدي اياهم الأربعة يطلعوا سوا. بحاول لفهم مشان ما يلكوني، وبدخل من تاج الزهرة من تحت، بطلعهم شوي شوي مشان يطلعوا الأربعة سوا بهذا الشكل. شايفين؟ وبحاول دخل الزهرة جوات التاج تبعها. معلش شديها شوي منشان تدخل الزهرة منيح. شايفين تكونت معي بهذا الشكل. وربطها ربطة أو ربطتين للتمكين. بنضف الخيوط بداخل القطعة شوي، بعدين بقص الزيادات. ومثل ما قلت لكم، هي ورقتها لهي الزهرة بتكون طويلة شوي مثل الورقة اللي عم ناخدها، بس طولة أكتر بالوسط، بتكون ذات اللفة أعمدة
اول غرستين واخر خر... آه اول 4 غرز، واخر 4 غرز بتكون تنتين مكنوزة تنتين نصف عمود، والوسطي بيكون ذات اللفة عادي. وانتي بتطوليها قد ما بدك تكون طويلة الورقة. انتي شغلك بس عم يكون باولها واخرها، باول 4 غرز واخر 4 غرز. بعد ما ضيعت اقتربت صلاة، بعد ما ضيعت الخيط شوي، بعد ما ربطته عشان ما تفلت الربطة معي، راح اقص الزيادات بهذا الشكل. وبكون انا مجهزة العمود تبع الشيشطاو اللي معي، بدي مرره من الاسفل، بدي بلزقها تلزيق، شايفين بهذا الشكل. ليش مرقت بسهولة هالمرة؟ لانه انا تركت لها شوية فراغ. وهيك الزهرة بتكون خلصت معي، فرفدها هيك شوي بهذا الشكل، شايفينه؟ قولوا لي مين احلى، بتله بتله ولا باللي عملناها بالمجرمي بتكون الفتله كامله؟ والبترون باذن الله بتلاقوه بمنتدى القناه، ولا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم.